وعلى المغرب مشوارنا اليوم ليصنف مطبخه من أهم المطابخ بالمغرب العربي. خلينا نشوف الشيف شو محضرنا اليوم من أشهى أطباقه. هاي شيف. هاي ملك. كيفك اليوم؟ بشكر الله. شو محضرنا اليوم يا شيف؟ اليوم مطبخ مغربي. اوكي. بنرجع شوي على المطبخ المغربي بنشوف اشياء ثانيه بيعملوها، مواد ثانيه بيستعملوها. بتعرفي اشهر طبق هو الطاجين بالاجمال بالمغرب، نحن بنعرفه بالاجمال، طلع فيها كثير في اطباق طيبه اكيد يمكن احنا بنعرفها، بس بالاجمال نحن بالنسبه لنا هو الطاجين هو بيمثل، والكسكس بيمثل المطبخ المغربي لنا. اوكي. اليوم حنعمل خبز اللي بيستعملوه حد الطاجين. اتمنى انه بيقولوا كسره وماء، فبده الكسره يعني خبز، المرق يعني ما بيهمه كثير، المهم يكون في خبز حد المرق. أوكي. اما كسكس اذا كان في كسكس. حنعمل بريوات اللي هن مثل السمبوسك عنا، بس بيعملوها بيستعملوها حلو، بيستعملوها مالح. فحنعمل وحده بريوات بالدجاج وحده بريوات باللوز، واكثر حلويات بيعملون هن باللوز اكثريتهم. وحنعمل طاجن بالكفته والبيض كمان. أوكي. طبق كثير مشهور من المغرب، وحنقدم اكيد حد الخبز اللي حنعمله. أوكي. اول شيء حنعمل عجينه البريوات اللوز. ممكن تكون كفطور او كحلو باللوز. لا فطور هيدي. سوري حلو. حلو. كله حلو. بيدخل حد الشاي. ليه؟ حنحط لوز بودره. بس شو بدك طيب الحلو يا شيف عن الصبح يعني؟ اكيد. في اطيب من هيك عجينه اللوز. حندوب زبده شوي قبل. فحنحط معهم سكر. اوكي. إذا كان حطينا لوز باودر 100% سكر، هيدا مزهر موارد. أوكي. مشهورين بالمغرب بزراعة الحمضيات وعندهم موارد باب أول، موارد ومزهر باب أول. الحامض والبرتقال موجود عندهم كثير طيب. شوية قرفة بهالعجينة. هلا حجيب الزبدة. يلا بيقولوا إنه الحمضيات على طول بيزرعوها على السواحل. ففي عندك المغرب ميلة بتطل على المحيط الأطلسي وميلة بتطل على البحر المتوسط، الأبيض المتوسط. فهون عندك يعني محيط وبحر، فعندك كمان أسماك غنية كتير. مثل شو مثلا؟ أسماك مثل اللونغوستين، مثل أنواع من اللوبستر، من أنواع من التونة. مش موجودة. مش موجودة عنا. مش موجودة ببحرنا. بنطلبها من غنجيس. أوقات بيكون مصدرها المغرب العربي. أوكي. المغرب كبلد المغرب مش بلد عربي بالاجمال. ففعلا اللي عندهم كثير شط بحر وعندهم كثير اسماك. واكيد شط بحر يعني كثير رياضات مائيه على رياضات.